ونرحب بضيفينا من واشنطن المساعد السابق لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي داني ويز. أهلا بك سيد داني. وأيضا من ولاية جورجيا الناشطة في الحزب الجمهوري كارمنثيا مور. أهلا بك سيدة مور. أبدأ معك سيد داني. الوقت يضيق على الديمقراطيين وعلى نانسي بيلوسي، شبه مستحيل أن يتم عزل الرئيس من منصبه قبل تاريخ 19 وهو موعد الجلسة الأخيرة قبل حفل التنصيب في 20. وماذا تعني هذه المواجهة السياسية الحادة وغير المسبوقة وبالغة الخطورة في المشهد السياسي؟ Well, you're absolutely right. أنت These are محق completely تماما unprecedented times. غير مسبوقة. This is common in the Trump وطبعا هذا شيء تقليدي في رئاسة ترامب، ففي كل أسبوع نرى أشياء غير مسبوقة. وطبعا الأمر خطير والوضع خطير، ولكن الخبر الجيد هو أنه مهما حدث فإن الرئيس ترامب لن يكون في منصبه بعد 11 يوما، وهذا سيكون جيدا للبلاد. ما يحدث من الآن إلى ذلك اليوم طبعا لا نعرفه، ولكن الدمار الذي حدث في عاصمة واشنطن والذي جاء بناء على دعوة من الرئيس كان هجوما خطيرا، والدعوات لعزله طبعا تتزايد في مجلس النواب. هناك أكثر من 150 الذين يدعمون العزل، وأمس أعتقد أن السيدة بيلوسي قالت بأن الدعم الآن أكثر للعزل أكثر مما مضى في 2019 حين كان الأمر يتعلق بالتواطؤ مع الروس. نحن نمر بأوقات غير مسبوقة، ولكن لو المجلس مثلا عزل الرئيس ثم ذهب القضية ذهبت إلى مجلس الشيوخ. طبعا أنا لست متأكدا ما إذا كان هذا سيتحقق في نهاية المطاف. سيدة مور، ربما شبه محسوم بأن يرفض مايك بينس نائب الرئيس تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي الذي تمكن من عزل ترامب. هناك مسؤول عن هذه الفوضى الحاصلة وهذا الاشتباك، هل يتحمل ترامب هذه المسؤولية بمفرده؟ ربما فقدنا الاتصال بسيدة كارمنثيا مور. أعود إليك سيد داني. يتحمل بمفرده ترامب مسؤولية اليوم ما يحصل؟ رئيس بات شبه معزول إن لم يكن في دوره التنفيذي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمها كمنصة أولية يروج بها لخطبه وربما كل سياساته. أنا سعيد بأنك ذكرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذا الخبر مهم جدا في الولايات المتحدة الآن وحتى حول العالم. فالمتمردون والمخربون الذين كانوا في العاصمة نحن نسميهم متمردين، لقد نظموا أنفسهم باستعمال منصات التواصل الاجتماعي. وأحدهم الآن وحتى أبل مثلا بدأت تنظر الآن في منع بعض المنصات من أن يستعملها هؤلاء، ولكن كانت هناك أيضا شبكة أخرى استعملت. وهناك الآن تدقيق في هذا العام في سياسة منصات التواصل الاجتماعي. أما بشأن سؤالك من يمكن أن يتحمل المسؤولية، هناك أشخاص آخرون مسؤولون، ومن ضمنه أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدوا الانتخابات أو نتيجة الانتخابات، والذين يستمرون في الكذب بشأن الانتخابات ونتائجها. اليوم مثلا في جريدة كرونيكل هيوستن فإن الافتتاحية دعت للسيناتور تيد كروز بأن يستقيل، وهناك دعوة أيضا من السيدة ماكولسكي في ألاسكا وهي جمهورية، و قالت بأنها لن تبقى في الحزب الجمهوري إذا بقي الحزب الجمهوري يدعم ترامب. إذن هناك زلزال يحدث في الحزب الجمهوري، ولكن من المهم أن نعرف بأن معظم الذين انتخبوا من الجمهوريين لا يعارضون الرئيس ترامب الآن ولا ينددون به. سيدة مور، ربما تبعت يا سيد داني، هو يتحدث عن شركاء لترامب بتحمل هذه المسؤولية السياسية عن أعضاء في الحزب الجمهوري، ولكن ماذا يعني عزل الرئيس
بالنسبة للناخبين الجمهوريين، بالنسبة لأعضاء الحزب، أي صورة انعكست اليوم على صورة هذا الحزب الكلاسيكية أو التقليدية وعلى الرؤساء السابقين أيضا؟ أعتقد أن الناس الذين ارتكبوا الجرائم ينبغي أن يحاسبوا، وهذا بالنظر إلى العزل. الآن لدينا فقط أيام قليلة قبل تنصيب بايدن. أعتقد أن هذا ربما تضييع للوقت وتضييع للمال. الرئيس ترامب ربما سيساءل، ولكن الوقت لا يكفي لذلك. وأنا أعتقد بأنه كان يمكن أن يتحرك بسرعة ليمنع وللتنديد بما حدث، ولكن الآن نحتاج طبعا الزعماء في كل الولايات المتحدة لأن يتحدوا ويحاسبوا طبعا المسؤولين، وينبغي أن يكون هناك معايير موحدة لعدم قبول مثل هذه الأمور في المستقبل في الولايات المتحدة. سيد دانيا، هذه المعايير موحدة، يعني هل لا يزال هنالك ربما فرصة للوصول إليها مع كل هذا السجال السياسي؟ نانسي بيلوسي توجهت بخطاب قاسي جدا، كان هنالك خلاف استمر لأربع سنوات ولكن لم يصل السجال إلى هذا الحد وإلى تحميل المسؤوليات لترامب ولفترة ولايته. الأخطر من ذلك، كيف سينعكس ذلك على صورة أيضا الجمهوريين وعلى صورة الحزب الجمهوري في السياسة الأمريكية الأوسع؟ أعتقد بأن هذا سؤال مثير للاهتمام ولا نعرف الإجابة بعد. طبعا كما قلت كل الأمور الآن جديدة ولا يمكن أن نقلل من أهمية الضرر الذي حدث للمبنى وأيضا للناس. لا تنسوا بأن 5 أشخاص قتلوا بسبب الهجوم على الكابيتول هيل والذي دعا إليه وحرض عليه الرئيس ترامب، ومجلس أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون البعض منهم شجعوا على ذلك. تلك الصورة ربما لن تنسى، ومثلا جوش هولي عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من ميزوري كان يحيي بقبضته المتمردين قبل أن يدخلوا إلى الكابيتول. لا أحد ينبغي أن ينسى تلك الرسالة. وأما بشأن ما حدث للحزب الجمهوري فالآن لدينا السيناتور ميت رومني مثلا من يوتا، والذي كان السيناتور الوحيد الذي صوت لعزل الرئيس ترامب، كان الوحيد من الجمهوريين. هل سيتبعه بعض الجمهوريين مثلا مثل ليزا ماكولسكي أو الآخرون من الجمهوريين؟ طبعا على هؤلاء أن يبتعدوا عن ترامب. ترامب أظن بأنه حصل على أكبر عدد من الناخبين في التاريخ كرئيس خاسر. طبعا هو لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة والجمهوريون يعلمون ذلك. أعتقد بأنه شعبيته الآن ستقل وبسبب ما حدث في واشنطن. سيد مور، هذه القراءة المتأنية للسيد داني، الأصوات التي حصدها أيضا دونالد ترامب، ولكن ماذا يعني أن ينهي عهده بهذا المشهد الذي تناقلته وسائل الإعلام العالمية ووصفته الصحف الأمريكية والأوروبية بأنه مشهد من الجنون غير مسبوق يصدر من الولايات المتحدة؟ طبعا كان هذا غير مسبوق، لأننا رأينا هذا يحدث، وخاصة خلال الصيف. مثلا رأينا الناس يحتلون مدينة بورتلاند، ورأينا أيضا ميشيغان، ورأينا العديد من المدن وهي تحترق. أنا من أتلانتا ورأيت أيضا مدينتي وهي تحترق، والعمدة الموجود هنا قال بأن المظاهرات كانت سلمية. إذن هذا ليس غير مسبوق، مناقشة
مقارنة بالمدن الأخرى، فهذا حدث خلال الصيف كله. ولكن مع قولي لهذا، علينا أيضا أن نفهم ما حدث في العاصمة. هذا كان مخزيا وعارا، وكما قلت أعتقد بأن هذا لا ينبغي التسامح معه، ولكن لا ينبغي أن نغض الطرف عما حدث في المدن الأخرى. وكل السياسيين الذين دعموا ذلك النوع من النشاط من أي ولاية ينبغي أن يحاسبوا على ذلك. طيب، في هذا السياق سيد داني، هذه المذكرة التي قام ميتش ماكونيل بتوزيعها على الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الوقت الذي ينفذ ويضيق، بات ربما شبه مستحيل أن يذهب هذا المسار القانوني، وصفته أيضا السيدة مور بأنه تضييع للوقت. كيف يمكن ترميم هذا المشهد اليوم إن كان سياسيا؟ كيف سيبدأ عهده جو بايدن؟ كيف ستسجل هذه النقاط أيضا بعزل ترامب ربما عبر مواقع التواصل على مشهد أي مرشح جمهوري في المستقبل القريب؟ علينا أن نرى ذلك، ولكن لدي تعليق على الضيفة مور. أعتقد بأن هذه النقطة يتحدث عنها الجمهوريون بأن على الطرفين أن يفعل ذلك، ولكن دعوني أقول بأن الطرفين لا يقومان بهذا. لا أحد من الديمقراطيين هاجم الكونغرس، لا أحد من قبل هاجم الكونغرس وكسر الأشياء وقتل هناك أشخاص بسبب الانتخابات. إذن دعونا لا نمزج هذا بذاك. الولايات المتحدة لديها تاريخ في المظاهرات في الشارع، يمكن أن نعود إلى 1968 في شيكاغو وما حدث في الصيف أيضا بعد مقتل جورج فلويد، ولكن لا أحد هاجم الكونغرس بتحريض من رئيس الولايات المتحدة لفعل ذلك. ليس هناك أي تكافؤ بين الطرفين كما تقول سيدة مور. أما بشأن آسف على المقاطعة، ولكن لكن كما قلت هناك هجمات حدثت في المدن، ولكن ليس في هناك طبعا هذا لم يحدث الهجوم على الكونغرس، ولا ينبغي أن نسوي بين الأمرين. سأعود إليك سيدة مور، اسمح لي سأعود إليك، ولكن هذه القراءة ربما عدم الدمج، ولكن المسؤولية التاريخية كان يذكرها السيد ويز. كيف سيخرج دونالد ترامب من الحياة السياسية؟ كيف سيستعيد نشاطه وزخمه وشعبيته الكبيرة بطبيعة الحال؟ هل سمعت السؤال سيدتي؟ هذا السؤال لي؟ Yes. Okay. So أنا آسفة. أعتقد بأن فترة ترامب قد انتهت الآن، وهذا الشيء طبعا الذي حدث في العاصمة كما قلت شيء مخزن وهو عار وطني. أعتقد بأنه بكل تأكيد عليه أن يتنازل عن السلطة وتكون هناك انتقال، يكون هناك انتقال سمير للسلطة. تضميد الجراح في الولايات المتحدة أهم من الإرث، إذا علينا أن نتحد ونبتعد عن الانقسام، وعليه ربما أن يدعو كامالا هاريس وبايدن إلى البيت الأبيض. يجب أن يكون هناك انتقال سلمي وسلس. لا أعتقد أن العزل ربما هو الخطوة المناسبة، ولكن نحن بحاجة لأن نرى انتقالا سلميا يحدث وطنيا وعلى المستوى الدولي. أعتقد بأنه ليس ربما من الملائم أن يتحرك بانس لفعل ذلك. طيب سيد داني، التجربة الديمقراطية الأمريكية أيضا ربما تتحدث عن فرار أو نجح ثلاث رؤساء سابقين، نيكسون، كلينتون، وأيضا أندرو جونسون، في هذا المسار الطويل الذي تجاوز 200 عام من الديمقراطية الأمريكية من العزل أو المحاكمة. هل سيتكرر هذا السيناريو مع ترامب مرة رابعة؟
Yes, I don't think that. أنا لا أعتقد. They were all impeached, but they were not acquitted. هم كلهم طبعاً عزلوا ولكن لم يتم تجريمهم. President Nixon resigned before he could be impeached. الرئيس نيكسون طبعاً استقال قبل العزل. وكلينتون أيضاً عزل ولم يجرم. والرئيس أيضاً ترامب عزل ولم يجرم. لا أعتقد بأنه ستتم إدانته. ولكن أعتقد بأن عليه أن يستقيل وبأن يكون هناك انتقال سلمي وسلس السلطة. هو قال بأنه يدعم ذلك وعلينا أن نرى ذلك يطبق. كما أن هناك شيئا آخر هو أن الديمقراطية في الولايات المتحدة هي قوتنا الأكبر. وأنا طبعا شعرت بألم كبير برؤية الكونغرس أو عفوا كنت سعيدا جدا بأن أرى الكونغرس يعود للعمل بعد ساعات من الهجوم. وكنت سعيدا بأن أرى ديمقراطيتنا تعود. يمكن للبنايات أن تهاجم ويمكن قتل الناس وطبعا هذا كله مأساوي. ولكن الحقيقة والواقع هو أن نظامنا وأن دستورنا ومسارنا الديمقراطي أقوى من كل ذلك. ولكن هذا طبعا ظهر للعالم ويظهر دائما. طيب إصدار العفو سيدة مور هل سينجح أصلا؟ هنالك ضبابية تحيط بموقف مستشاري الرئيس الأمريكي وكبار القانونيين في البيت الأبيض وإدارته من معاقبته وفق القانون الفيدرالي. هل سينجح بإصدار هذا العفو عن نفسه في حال ثبتت هذه الارتكابات؟ وكيف سيكون المسار القانوني؟ أنا لا أعتقد بأنه سيكون بحاجة لأن يفعل ذلك. ولكن علينا أن نركز على تبميد الجراح وعلى المسار الانتقالي ونضمن بأنه لا يكون هناك أشياء مخزية أخرى تحدث في السياسة وعلى النشاطات بين الحزبين. علينا أن نتحد معا ونظر في كيفية تضميد الجراح. خلال 4 سنوات الماضية أعتقد أن ترامب عليه أن يبقى حتى آخر يوم ونضمن بأن الولايات المتحدة تبقى قوية. أعتقد بأن هذا ما ينبغي أن يحدث. ينبغي أيضا أن نحاسب كل أولئك الذين أحدثوا وانتهكوا القانون. أشكركما جزيل الشكر ضيفينا من جورجيا الناشطة في الحزب الجمهوري كارمنثيا مور ومن واشنطن المساعد السابق لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي داني ويز. شكرا جزيلا لكما.